الاهلي بقى خير. طبعا الاهلي يمكن حصل له تعثر المباراه بتاعت وادي دجله، يمكن هزيمه كانت مفاجاه شويه. يمكن النادي الاهلي رقميا دكتور عمرو برضو كان عامل رقم كويس جدا من بدايه 2016، ما كانش خسر ولا مباراه لغايه مباراه وادي دجله. يمكن كان 25 مباراه متتاليه سواء في مستوى الدوري سواء في افريقيا، ما تلقاش اي خساره من ساعه. ممكن اقطعكم ثانيه عشان خالد قوي في الاحصائيات، بس فانا عايز اساله سؤال. في خبر اتقال كتير جدا ان الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي ما خسرش في 2016. هل مثلا هل حد تابع الدوري الهندي؟ الدوري الماليزي؟ لا، هو الخبر ده اصلا غلط. انا عملت الدوري البيروفي؟ لا، هو اساسا غلط. يعني هو الخبر ده نزل فعلا على احد المواقع، ويمكن ده اللي حضرتك بتقول عليه، وللاسف كان موقع كبير من المواقع الكبيره جدا في مصر وليها مصداقيه، طبعا مش هنقول اسمه. نزل خبر ان الاهلي هو الفريق الوحيد في العالم اللي لم يخسر في 2016. الكلام ده من شهر تقريبا. ايوه ده، بس انا صدقت الخبر ده. ما هو عشان انت برضه على هواك، يعني على هواك بالعالي يا دكتور. الصحفي اللي كتب الخبر ده متابع الدوري في يعني فين؟ في موريشيوس؟ احنا جايبينه من موقع الفيفا. لا خلاص يا دكتور، ما كانش موجود على موقع. ايوه، ما ايه؟ لا، ما نزلش على موقع الفيفا خالص. يعني انت جاي عليا انا، وانا يعني ما كله بيفتي، يعني جاي عليا انا. قال لك موقع الفيفا. هو انا يمكن تاني يوم الخبر اللي احمد قال عليه ده نزل فعلا، انا عملت بحث، يمكن بحث ذاتي برضو، يمكن لقيت كان في 9 فرق في التوقيت ده ما خسروش في 2016 خالص، ومن ضمنهم فرق كبيره. يعني الموضوع سهل انك تجيبه، مش زي ما احمد بيقول دوري. ايوه، لو في 9 احنا رقم واحد. الاهلي رقم واحد. اياكس امستردام لغايه النهارده ما خسرش ولا ماتش في 2016. يعني اللي جاب الخبر ده ما يعرفش الدوري الهولندي بالظبط. يعني اياكس امستردام ما خسرش خالص ولا محليا ولا اوروبيا في 2016 على مدار السنه كلها. فريق اسمه روستوف في روسيا، يمكن دول الفريقين اللي كانوا في قاره اوروبا. على مستوى العرب بقى، يعني كان في انديه كبيره كتيره جدا، كان في المريخ. انت على فكره اديتنا كده معلومه جديده. انا لحد الاسبوع اللي فات كنت سعيد وكل دقيقي، بس ما انت كان ليك مزاج تصدقها، يعني يعمل فينا اللي احنا بنعمله في الناس، يعني في الدقيقه 93 و94 يجيب فينا جون. حاجه ثانيه، كنا عايزين نكمل، الاهلي كان عايز يكمل، لان هو الاهلي لوحده. بقول لك الكلام ساعه ما التقرير ده اتكتب من حوالي 3 اسابيع، كان في وقتها كان في 9 فرق في العالم. النهارده في، ايوه ماشي، يبقى الاهلي الاول وتحتيه 8، يبقى بعمارة ايه؟ طيب خالد هاودو خالد. طيب قول له ماشي. لا، هو بعد النهارده بقى، يعني في 6 فرق من التسعه دول اللي حصل لهم تعثر واتغلبوا، منهم الاهلي، وطبق متبقي 3 فرق فقط على مستوى العالم دلوقتي في 2016 ما خسروش. اياكس امستردام الهولندي، الزوراء العراقي، والنادي اليوناني. دول 3 فرق ما خسروش في 2016. تمام. يبقى اذا السؤال بتاع فيفي كان سؤال ذكي. مظبوط. ارفع لك القبعه فيه، رغم ان مش على هوايا. والرد بتاعك رد متميز، لان زي اللي احنا بنقوله ان الخبر نزل وكلنا صدقناه. مظبوط. انا حابب اصدقه، في ناس مش حابه تصدقه. تمام. انما إن ازاي انا اتاكد من الناس؟ الناس ما بتدورش. يعني انا بقول لك، بعد ما الخبر نزل انا دخلت دورت بنفسي، قلت اشوف يا جماعه، طب الخبر ده صح؟ دي بقى نقطه ايجابيه. يعني انا ما قريت الخبر ده، انا كنت متاكد تماما ان اللي كاتبه هجاص. طب ولو كان الزمالك اللي كاتبه هجاص برضه؟ يا احمد والله صدقني يا احمد يا دكتور، بالعقل. انت لما تكون بتتكلم عن العالم، انت لازم تكون ملم بالعالم. ما ينفعش اتكلم عن كوكب الارض اللي فيه كذا دوله، فيه كذا دوري، فيه كذا نادي، واقوم ضارب معلومه لمجرد ان انا لا مزاجي ان انا احطها كده. فدي ده اللي كاتب الخبر ده هجاص. خالد بقى كمان اضاف لنا نقطه مهمه جدا، ان الموضوع مش يعني انا تخيلت انك محتاج تتابع الدوري في الهند والدوري في ماليزيا. لا، ده خالد قال لك ان الدوري الهولندي اياكس ده نادي مش صغير. نادي كبير جدا، لعب فيه مثلا ميدو، يعني حتى احنا لينكد بنادي اياكس ده. هقول لك اللي كتب الخبر ده كتبه على اساس ايه، هنمشيها ازاي. هو حط الدوري المصري مع اكبر 5 دوريات، اسبانيا، انجلترا، وسماهم العالم. وسماهم العالم. مين هيهتم بالدوري الدوري المصري اهم من الدوري الهولندي؟ مين هيهتم بالدوري الهولندي؟ كمل يا خالد كلامك على الاهلي. بس عشان كلامك جميل. انا مبتسم وانت بتتكلم على الاهلي. فدي كانت انا بحاول بس انقل لك راي الشارع الاهلاوي، وهو بيتقبل اخبار دي ازاي. بس انت بتمشي فيه. زي ما بقول لك، دي كانت اول هزيمه بعد 25 مباراه متتاليه الاهلي في 2016. جات لي بس جاي لي معلومات دلوقتي، عايز خالد برضو ياكدها او ينفيها. يعني في ناس كتير عماله تقول لي دلوقتي ان الشرقيه ما خسرش ولا ماتش في 2016. لا، احنا بنتكلم على الدوري ممتاز طبعا، ما احنا ما نزلناش درجه ثانيه. ما هو جلوري تانية. جلوري شرقيه يونايتد. لا انا بقول لك، انا نزلت جون مارشنج جون. لا، ساعه البحث الشرقيه في 2016 ما خسرش ولا ماتش لحد الان. بس هو طبعا الاحصائيات لما بتتعمل كده على مستوى العالم بنقيم بالدوري الممتاز. انا بحب بصراحه دي في خالد شويه، ان هو بيتعب نفسه. يعني هو بيتعب نفسه شويه. يعني انا بصراحه ما كنتش هتعب نفسي الشكل ده. هو الموضوع بالنسبه لي يبدو لي عقلك ما يقبلوش. لكن هو الحقيقه ان هو بذل مجهود شويه عشان بس مش يقولوا انه هاكس، لا يقولوا انه هاكس. والصح ايه؟